حموكش وهو طالع على السلم سمع عند الجيران: بقولك ايه، لمي هدومك وخدي اغلى حاجة عندك وروحي بيت اهلك. انت بتعملي ايه؟ باخد اغلى حاجة عندي عشان انت اغلى حاجة عندي حبيبتي، ربنا يخليكي ليا. وراح بقى عشان يعمل اللي سمعه مع تنكة هانم مراته. بقولك ايه؟ نعم. لمي هدومك وخدي اغلى حاجة عندك وروحي بيت اهلك. ماشي حبيبي، هروح بيت اهلي. ايه يعني هاخد اغلى حاجة عندي؟ انت هتذلني ولا ايه؟ والله انا سايباك، والله لا بهدلك، وهجيب اخواتي يضربوك في الشارع، والله يا طالعه الاسم اعمل لك محض. ماشي والله ما انا سايباك يا ابن المتضايق. قال ايه؟ يقول لي خد هدومك وروحي بيت اهلك. ليه فاكرني ايه يا حبيبي؟ هبوس على ايدك؟ لا ده انت ما تعرفنيش، ده انا هبهدلك. فين الجزم بتاعتي؟ فين الشنط؟ سيب لك البيت متطربق على نافوخك. سايباهولك يا حبيبي. نسيت اخد اغلى حاجه عندي، نسيت الشاحن، اغلى حاجه عندي، اغلى منك ومن اللي خلي